وين رئيسي مقاطعة بلبسيك وسباتة ممثل مجلس الجهة ومجلس الإقليمي سيدات السادة المنتخبين. لا يمكن إلا أن نؤيد هذه المبادرة، لا بد من أن هذا المخطط مخطط العمل خاصو بعد ترجمة اللغة العربية رغم تعدد الأساليب وهذا خاصو أيضا يكون في واحد التناسق بين الإمكانيات وبين المتطلبات. هو الأخير أنه فعلا يكرس هذيك الوحدات المدينة. في العرض ديالنا تطرقنا للمقاطعة ديال بمسيك على أنها كتوجد واحد المساحة ديال 3 كيلومتر، عندنا كثافة سكانية كبيرة جدا لا قارنتيها لا وطنيا ولا دوليا، كنوصلوا ل 50,000 نسمة في الكيلومتر المربع، عندنا تركيبة مونوغرافية بالنسبة للاج، عندنا ثلثين ديال الساكنة ديال بمسيك قل من 40 سنة، عندنا داخل هاد الثلثين ثلث قل من 20 سنة، عندنا نسيج صناعي منعدم، عندنا تجارة صغيرة غير مهيكلة، عندنا عدد البطالة ثلثين ديال الساكنة اللي هي في السن ديال الشغل. إذا هذه كلها عندنا مشاكل في المقاطعة ديال المسيك، وخصنا نلقاو حلول باش نتغلبوا عليها. ستجدون في المقاطعة والمسيك وفي كل عملة بعض العمليات التي نواجهوا توجدوا انه فيها اجماع عليها هي سريعه للانجاز، وبالتالي ليس ضروري ان تنتظر انهاء التشاور وتحضير البرنامج والى اخره، فبالتالي هذه غادي تعطي ربما واحد يعني مجموعه من الانجازات ممكن انجازها في واحد الظرف سريع وتعطي النتيجه وتبين واحد الحركيه في المنطقه ديال الضربه كلها. وحنا بغينا تهنا الآن شارعين في حلول، ولكن هي حلول لما تقول ماشي حلول شاملة للمنطقة كل بقدر ما هي حلول جزئية تتعلق بكل جهة على بكل حي على حدة، باعتبار أن هذه الأحياء حتى المشاكل العقارية المطروحة فيها هي مشاكل مختلفة من حي إلى آخر. طبعا نحن داخلين الآن في واحد العملية ديال إعادة الهيكلة بالخصوص في إطار فك العزلة وإنشاء واحد العدد ديال الممرات والطرقات والأزقة والشوارع اللي غادي يحلوا شي شوية الإشكال ديال التواصل ديال الساكنة مع باقي التراب ديال الدار البيضاء. هذه عملية حنا غادي راها منطلقة وغتكمل بإذن الله تعالى، ولكن بالإضافة لهذا الشيء كاين إشكالات مازال مطروحة على مستوى السكن. واحد الجزء كبير من الساكنة ديال هذه المنطقة كيسكنوا في ظروف غير في اعتقادي غير سليمة وغير مقبولة أنها تبقى في الدار البيضاء في القرن 21. التحدي اللي خدينا نبقاو نتابعوه ما بعد التخطيط والبرمجه، راه كاين على مستوى التاريخ العمل الجماعات المحليه ومن بعد الجماعات الترابيه والتجربه ديال في اللامركزيه وكذلك ربما في الافريقيه، ولكن بالنسبه للمغرب في اللامركزيه ما عندنا في الانجاز في العمل في التتبع في يكون التشكيل باغيش نلخص العمل ديال المرحله التخطيط هنا فيها خصنا ان شاء الله ويشكو التشارك في النجاح، ولكن تبقى اليقظة ديالنا والتتبع ديالنا في مراحل ديال التنفيذ وكذلك في مراحل التتبع والمراقبة.